من حين إلى آخر قضية الشح المائي هي قضية بتطرح نفسها، والعالم النهاردة هنلاقي أنه عندنا أكتر من مشهد في أكتر من دولة وفي أكتر من قارة وفي أكتر من مكان في قضية مية مفتوحة أو في قصة تتعلق بالمية تثير القلق. الخبر بقى الجديد أو التطور الجديد هو تحذير من معهد الموارد العالمية. أصدر تقرير أنه 25 دولة في العالم، 25 دولة ده مش حاجة قليلة، ده ربع سكان الأرض، ال 25 دولة دول مهددين بشح في المية بسبب الإجهاد العالي للموارد المائية المتاحة. يعني احنا بنستخدم كل الموارد المائية بتاعتنا، بنستخدمها بشكل فيه أبيوز أو في شكل سوء استخدام أو بشكل فيه خطأ معين. والدليل أنه تقريبا نص سكان الأرض يعني 4 مليار نسمة متعايشين مع مستوى عالي جدا من الإجهاد المائي على الأقل في شهر واحد من السنة. يعني إيه إجهاد مائي؟ أصلا المصطلح ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا أنت بتكافح بصعوبة في المية، يعني قاعد تفكر تدبرها منين، أو قاعد تفكر في الموارد المائية بتاعتك تعمل لها إدارة سليمة إزاي، قاعد تفكر طب أحلي محطات مية، طب أعمل حنفيات موفرة للمية أو مقطرة بدل مش عارفة كذا، أغير في التقنيات المستخدمة في عمليات الزراعة عشان يبقى فيها استخدام أقل للمية. أنت مجهد مائيا، عندك قلة في المصادر المائية وقاعد طول الوقت بتفكر في سياسات واستراتيجيات وآليات تساعدك على أنك أنت تستخدم الموارد بتاعتك بشكل جيد ويخليك تقدر تمشي، لأنه النهاردة ما فيش حد بيعيش من غير مية. البيانات كمان الموجودة في التقرير بتقول ما هو أخطر، بتقول انه اكتر المناطق اللي بتعاني من الاجهاد المائي، مين اكتر مكان في العالم او اكتر مناطق في العالم بتعاني من الاجهاد المائي ده؟ الشرق الاوسط وشمال افريقيا. 83% من السكان عندهم اجهاد مائي مرتفع للغايه، وكمان جنوب اسيا اللي بتنخفض النسبه فيها ل 74% بدل 80%. ال 25 دولة دول اللي بنتكلم عليهم عندهم إجهاد مائي قلنا سنويا، من ضمنهم بقى الحاجة المؤسفة يعني 15 دولة عربية، يعني 15 دولة عربية حوالين العالم عندهم مشكلة. إيه هي الدول دي؟ خليني أقول لحضراتكم، بنتكلم عن البحرين، بنتكلم عن قبرص، طبعا قبرص مش دولة عربية، لكن قطر، الكويت، لبنان، عمان، كل دي دول تعاني من الإجهاد المائي. هل الإجهاد المائي ده مرحلة تسبق الفقر المائي؟ نسأل على التليفون معنا مين؟ دكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة. دكتور عباس أهلا وسهلا. تحياتي لكل السادة المشاهدين. تحياتي لحضرتك. والنهاردة مصطلح الإجهاد المائي دوت، احنا بنعرف الفقر، بنعرف الشح المائي، الإجهاد المائي ده هو أكثر خطورة أقل خطورة؟ يعني إيه هو الإجهاد المائي؟ معناه أن في صعوبة في الحصول على المياه الضرورية، يعني في شهور يتم الحصول عليها وفي شهور أخرى بشق الأنفس، ده معناه أن في إجهاد مائي. لكن احنا عندنا أيضا مصطلح الفقر المائي. الفقر المائي وهو ان نصيب الفرد يكون اقل من كميه محدده، الكميه اللي تكفي للانسان كمشرب وماكل وملبس وغيره من كل احتياجاته المائيه هي 1000 متر مكعب للانسان. احنا في مصر قد ايه عندنا يا دكتور؟ احنا هذا العام حوالي 500 متر مكعب. يعني احنا عندنا نصف الحصة المائية. نصف الحصة العالمية بالضبط. لكن الإنسان هنا بيبقى عنده فقر مائي أقل من 1000، لكن بتبقى في درجات، اللي عنده مثلا 800 أو 700 فيه عوامل أخرى بتساعد. ممكن يكون إحنا مثلا 500 متر مكعب، ولكن بنحسن استخدام ال 500 متر مكعب أحسن من الفرد اللي نصيبه 2000 متر في دولة لا تستطيع استخدام المياه عندها، او بتستخدمها بطريقه فيها اهدار. وبالتالي هنا الكميه ضروريه صحيح، ولكن الاهم منها هو كفاءه استخدام هذه المياه. وبالتالي في دول بتعاني فقر مائي صحيح، ولكن بحسن الاداره واستخدام النظم الحديثه في الزراعه وفي الري واستخدام معالجه المياه واعاده استخدامها مرتين وثلاثه واربعه، وده اللي حصل في مصر. احنا أيوة. نصيب الفرد من سنه 91
حتى الآن إحنا في حالة فقر مائي. سنة 91 كان نصيب الفرد 1000 متر مكعب، وبعد 91 مع زيادة عدد السكان وثبات الحصة أصبح نصيب الفرد وقت 900 و800 إلى أن وصلنا هذا العام إلى 500 متر. حسن استخدام المياه هو اللي مخلي مصر دلوقتي ما زالت مستمرة بنفس الحصة اللي كانت من 50 سنة وكان عدد سكانها 30 مليون. طب هل عندنا دكتور عباس، هل عندنا أي نوع من أنواع التوقعات للفترة اللي جاية فيما يتعلق بمصر؟ احنا قلنا أنه على مدار السنوات حافظنا على النسبة أو الحصة المصرية بالجهود وبالإدارة وبحسن يعني التعامل مع الموارد المائية. هل الظروف المناخية، هل الظروف اللي حوالينا بتشير إلى أنه الحصة ممكن تتناقص على مدار السنوات القادمة؟ هي الحصة حتى الآن ثابتة، والدولة بتحاول الحفاظ على الأقل على الحصة ثابتة، إن لم نكن نسعى إلى زيادة هذه الحصة، لأن برضو لما الحصة تبقى ثابتة على مدار 50 سنة هذا لا يليق بنا. يعني كان المفروض على مدار الحكومات المصرية منذ سنة 70 حتى اليوم إن إحنا نعمل حتى لو نزود الحصة هي 55.5 مليار من سنة 70 إلى الآن. طب يعني يا ريت ليه ما هيش يعني 60 مليار أو 65 مليار؟ طب هي تزيد إزاي؟ يعني إزاي تزيد الحصة؟ إزاي؟ تمام، إحنا عندنا مياه اللي بتسقط الأمطار على منابع النيل جزء منها هو اللي بيأتي إلينا. الجزء اللي كان بيجي لمصر والسودان وكان بينزل البحر المتوسط احنا استطعنا ان احنا نحافظ عليه ببناء السد العالي وحجز المياه اللي كانت بتنزل في البحر. هذا كل ما كان بيأتي الى السودان ومصر وينزل البحر. ولكن هناك 95% من مياه الامطار ما زالت في دول المنابع. هم دول فقيرة لا تستطيع استخدام هذه المياه، محتاجة تعاون للاستفادة منها. والحقيقة لما نتكلم على مستوى العالم وفي دول عندها شح مائي، لكن هو في الحقيقة المياه موجودة على سطح الكرة الأرضية بكميات وفيرة للسكان، لكن التوزيع هذه المياه غير منتظم أو غير متجانس. بمعنى أن في دولة زي الكونغو عندها نهر عملاق بيرمي 1300 مليار في البحر في المحيط الأطلنطي. هذه الكمية تعادل ما يأتي به نهر النيل يعني 15 مرة، ومع ذلك نهر النيل بمياهه بتستخدم بالكامل اللي بتأتي إلى مصر والسودان. ولكن في 95% موجود في دول المنابع لا تستطيع استخدامها استخدام جيد. يبقى هنا في ما فيش حسن إدارة لاستخدام المياه في دول المنابع. نهر الكونغو بالكامل بيصب في المحيط، وهذه مياه وخسارة على القارة الإفريقية أن نفقد 1300 مليار تكفي كل سكان القارة. هذه الكمية اللي فقط بتسقط في المحيط. إذا العالم هناك من الأنهار اللي بتصب في البحار والمحيطات، والعالم بيشتكي نقص المياه. إزاي بتشتكوا نقص المياه وسايبين الأنهار بتصب في البحار والمحيطات؟ نهر الأمازون بيصب كمية هائلة في المحيط. وبالتالي علينا الحل الآن هو إيه؟ أن تتكاتف الدول وخصوصا الدول الغنية إنها مع الدول المطيرة اللي عندها أمطار غزيرة لكن أحوالها الاقتصادية ضعيفة إن هي تستفيد بهذه المياه في مشروعات زراعية وفي توليد طاقة. فهذه الحالة نستطيع إن إحنا نتغلب على نقص المياه، لأن إحنا عايزين المياه للزراعة. طب إذا كنا هنزرع في الدول الأخرى والإنتاج الزراعي يأتي إلينا يبقى المشكلة اتحلت. وإذا التعاون هو أساس الاستفادة من الموارد المائية على سبيل المثال أو نموذج، يعني تعاون مثلا بين مصر والسودان. شكرا لحضرتك دكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة.